بطلة تحدي القراءة في الإمارات المغربية مريم أمجون ما زالت متصدرة الأضواء على السوشيال ميديا منذ الأمس، بعدما تم تتويجها بالمرتبة الأولى من بين أكثر من 10 ملايين مشارك من أكثر من 14 دولة عربية وعشرات الدول الأجنبية. بهذه المناسبة ضجت السوشيال ميديا منذ الأمس بتهنئة مريم وتشجيعها، كما كان لعدد كبير من مشاهير الوطن العربي نصيب في هذه التهاني، من أبرزهم الإعلامي نيشان والفنانة ميساء مغربي التي نشرت صورتها مع مريم. مريم المغربية الجميلة أبهرت الحاضرين بفصاحتها وتمكنها من اللغة العربية خلال الإجابة عن أسئلة لجنة التحكيم، وكذلك لدى حديثها للصحفيين على هامش المسابقة أبهرتهم، وانتشرت لها مقاطع من كلامها بمواقع التواصل، ووصفها المغردون بالطفلة التي اعتلت قمتين، قمة القراءة التي خاضت منافستها بقوة، وقمة الفصاحة التي بدت واضحة في حديثها أمام آلاف المتابعين. ومن اللقطات المؤثرة أيضا اللحظة التي مسح فيها الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي دموع الطفلة. هذه اللقطة تحديدا لاقت اهتماما خاصا من المغردين. أشعر بفرحة لا توصف، فأنا فرحة ومسرورة لأنني مثلت بلدي أفضل تمثيل. مريم أمجون وصلت ببراءة طفولتها وإحساسها المرهف لقلوب الجميع، سواء داخل الوطن العربي أو خارجه. ولهذا اهتم شخص مثل إدوين سامويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية بتهنئة مريم، وقال لها في تغريدة: مبروك للمغربية مريم أمجون فوزها بتحدي القراءة العربي، التعليم أحد الركائز الرئيسية لكل مجتمع، وسرني كثيرا أن تكون لي الفرصة لكي أناقش مسألة تحديث المناهج التعليمية مع الفائزين بمسابقة هاشتاغ رمضان حوار الأجيال. هاي حملة أطلقتها بريطانيا منذ مايو العام الماضي، ووجهتها للشباب والشابات المسلمين لمعرفة الفجوة بينهم وبين آبائهم وأجدادهم.